حياكم الله. كان يا مكان في أرض الطفوف، كان في الأرض إمام حمل راية جده، لم يخرج أشرا ولا بطرا، إنما لطلب الإصلاح في أمة حكمها الطغاة وعاثوا فيها الفساد. ملحمة ارتقت فيها الأرواح نحو السماء، وتركت الأساد في كربلاء. ألا من ناصر، ألا من معين، ألا من يطفئ الخيام ويسقي ظمأ العيال، سبايا بلا كافل من خضر الدلال إلى مسيرة الهوان. ليال يشهد لبأسها الأعداء ولشدتها الأنصار، خذلوك من وقفوا بوجه الحق يا حسين، ونصروك من أدركوا أنك الحقيقة الراسخة على مر الأزمان. مهما كادوا ومهما حاولوا النيل من شعائرنا، من مقدساتنا، لن يوقفوا هذا المد الهادر الممتد من داحي باب خيبر إلى إمام العصر والزمان. فجرونا واقتلونا، ولو حتى بالواقع الافتراضي سقطونا، لن توقفونا، فنحن باقون على العهد والوعد. جيل بعد جيل نستقي حب الحسين من المهدي إلى اللحد. محور حلقة هذا اليوم ستكون تغطية خاصة لإحياء ليلة العاشر من محرم الحرام، ورح نفتحها وياكم بأبرز ما جاء في خطة الدوائر المعنية بتقرير الزميل شيبان سامي، لنتابع. مع توافد أعداد الزائرين إلى مدينة سيد الشهداء عليه السلام، كثفت العتبة العباسية المقدسة استعداداتها الخدمية كافة لإحياء ذكرى العاشر من محرم الحرام، إضافة إلى الاستعدادات الحكومية لتأمين الشعائر الحسينية وتسهيل حركة الزائرين في كربلاء المقدسة وعموم المحافظات، خاصة في يوم عاشوراء وصولا للزيارة الأربعينية. يصل العدد إلى 6 مليون تقريبا أو أكثر، وهذا العدد يتزايد بالرغم من هذه الأجواء، أجواء العراق الحارة، بالرغم من المشقة في السفر والكثير من المصاعب والمتاعب اللي يواجهها الزائر الكريم. لذلك أن الدولة بجميع أصنافها اليوم مستنفرة من أجل خدمة الزوار، زوار أبي عبد الله الحسين، من قوات أمنية، من العتبات، من الحشد الشعبي المقدس. جهود كبيرة يقدمها رجال العتبات المقدسة بكافة أقسامها لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام، منها قسم الشؤون الدينية الذي أخذ على عاتقه تقديم الإرشادات الدينية والأجوبة الفقهية والعقائدية من خلال فتحه مراكز انتشرت على جميع طرق الزائرين. نشر المعارف ونشر العلوم وبيان حقيقة النهضة الحسينية للزائرين عن طريق الحوزة العلمية والمؤسسات التبليغية التي تكون برعاية العتبات المقدسة وبرعاية الحوزة العلمية في النجف الأشرف، فيتم نشر أعدادا هائلة من الأخوة المبلغين في جميع ربوع كربلاء، وذلك من أجل الاستفتاءات الشرعية وكل ما يحتاجه الزائر. إكمال كافة الاستعدادات الأمنية والخدمية لإحياء زيارة العاشر من محرم الحرام وسط توقعات مشاركة 6 ملايين زائرا في كربلاء المقدسة خلال العشرة الأولى. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية.
ورحب كل الترحيب بالباحث الإسلامي الشيخ حيدر التميمي في حصاد اليوم، حياك الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. كما أرحب برئيس مركز أفق للدراسات الأستاذ جمعة العطواني، حياكم الله. مرحبا، أهلا وسهلا. بداية عظم الله لكم الأجر. وأيضا ينضم إلينا رئيس قسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة الأستاذ علي البدري، حياك الله أستاذ علي. أهلا ومرحبا، حياكم الله. حياكم الله. أبدأ معك شيخ حيدر، أبدأ عن ليلة التاسع من شهر محرم الحرام، ماذا تمثل لدى المسلم؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نرفع التعازي إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان، مراجعنا العظام أجمعين، الأمة الإسلامية بل الإنسانية جمعاء، بذكرى شهادة أبي الضيم أبا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. طبعا كل ما جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام هو الحث على زيارة الإمام الحسين عليه السلام في مواطن كثيرة، ليست في محرم أو في ليلة العاشر أو كذا، كثير ما هي المناسبات التي فيها توصيات وإشارات إلى زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لكن لهذا اليوم وهذه الليلة خصوصية، باعتبار أن هذه الليلة هي الليلة التي استشهد فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. دأب أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يحيون هذه الليلة أو هذه الأيام، وروايات كثيرة عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال إذا دخل الشهر المحرم، يعني من الليلة الأولى من محرم، يقول طوى فراشه وأخذ بال يعني إحياء ذكر جده الإمام الحسين عليه السلام بما أراده الله سبحانه وتعالى. هسه مسألة الإحياء يعني تتفاوت بين مكان إلى آخر وبين زمان إلى آخر، لكن الأئمة عليهم السلام كلهم كانوا يحيون هذه الليلة وهذه الأيام الحزينة حقيقة على قلوب المسلمين والإنسانية جمعاء بما أراده الله سبحانه وتعالى. فبالنتيجة أنه هذه الليلة كانت ولا زالت وستبقى هي ليلة خالدة في التاريخ لما جرى فيها من كارثة عظمى. إلى أي مدى غيرت هذه الليلة من التاريخ؟ التاريخ قبل واقعة الطف انحدر انحدارا كبيرا، وهو الذي دعا الإمام الحسين عليه السلام إلى القيام بهذه الثورة. يقولون أنه في الرواية أنه جاءوا إلى يزيد وكان يسمي نفسه بأمير المؤمنين أو خليفة المسلمين، يقولون يأذن أذان الفجر أو أذان في أي أذان للصلاة، يجي واحد يقول له يا أمير قم وصلي بنا الجماعة. شنو كان رد يزيد؟ يقول له دع المساجد للعباد تسكنها، وقف على دكة الخمار واسقينا، ما قال ربك ويل للذي شربوا بل قال ويل للمصلين. إذن إذا بقي الحال على ما جاء به يزيد وآباء يزيد وأبناء يزيد، محتمل اليوم حتى صلاة ماكو، حتى القبلة من عند الهوى. لذلك الإمام الحسين عليه السلام خروجه يقول لطلب الإصلاح، جنابك تعرفين كل شيء لما نقول إصلاح إذن أكو سبقه فساد، إذن الإمام الحسين أراد أن يصلح ما أفسده غيره. فبالنتيجة الحركة إصلاحية، إحنا اليوم لما نزور الإمام الحسين نقول له أشهد أنك قد أقمت مو معناته أقمت الصلاة يعني أنت تصلي، هو الإمام الحسين ماكو داعي أنا وغيري نشهد أنه الإمام، لا أقمت الصلاة يعني أرجعت الصلاة إلى ما كانت في عهد رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام. طيب أستاذ جمعة، جد ترحيب بحضرتك وأسألك، الثورة الإصلاحية التي قام بها الإمام الحسين، لم أخرج أشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ولكن طلبت الإصلاح في أمة جدي، إلى أي مدى كانت تعاني أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه من الفساد من الضياع حتى خروج الإمام الحسين عليه السلام؟ أحسنتم كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية حضرتك، حياك الله ضيفك الكريم، حياكم الله جلالك، ضيفكم من كربلاء المقدسة ومشاهدي قناة الأيام الأفاضل، ونجدد الحزن والتعازي ونرفعها إلى صاحب العزاء في هذه الليلة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى العالم الإسلامي والأحرار، فضلا عن مراجعنا العظام، سائلنا المولى عز وجل أن يجعلنا من الثابتين والمتمسكين والسائرين على نهج سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. قضية الطف وفاجعة الطف تمثل واحدة من المثابات الأربع التي تتوقف عليها أو توقفت عليها حركة الإسلام المحمدي الأصيل. المثابة الأولى تمثل بالبعثة النبوية الشريفة، والتي امتلأ بها
نور الأرض بهجة ونورا وشعشع ضياء الإسلام في كل أرجاء المعمورة. ثم جاءت بيعة وخلافة أمير المؤمنين كما نص عليه القرآن الكريم، تمثل المثابة الأخرى التي تعد من أهم المثابات التي كانت ضمانا لديمومة الإسلام. وجاءت ثم المثابة الثالثة وهي فاجعة الطف التي كان لابد أن تسفك دماء، هي أزكى دماء على الأرض، هي دماء ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمثابة الأخيرة هي مثابة الظهور الشريف للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالتأكيد الظروف الموضوعية التي كانت تعيشها الأمة الإسلامية ونسبة الانحطاط الاجتماعي والسياسي والثقافي والفكري قد وصلت إلى حد لا يمكن أن تعالج بها قضايا الأمة إلا أن يضحى بدماء كدماء سيد الشهداء. كيف؟ قبل أن يصل يزيد بن معاوية لعنة الله عليه وعلى أبيه إلى الخلافة، دعونا نقرأ ماذا حصل في زمن معاوية. في زمن معاوية حصلت فواجع إذا قرأناها بدقة ننظر إلى الفجائع التي حصلت في العراق أيام داعش ربما ننظر إليها باستخفاف، على سبيل المثال إلى الحصر. وهذه قضية دائما يعني ينظرون إلى القضايا على أنها قضايا طائفية، القضايا ليست قضايا طائفية وإنما قضايا صراع ما بين الحق والباطل. بدليل محمد ابن أبي بكر، محمد أبو الخليفة أبو بكر اللي هو الخليفة الأول وهو مقدس عند إخواننا السنة. نعم. ابنه محمد بعد أن توفي أبو بكر تزوج أسماء الإمام علي عليه السلام ورباه، ربى محمد ابن أبي بكر. بعد أن أصبح خليفة أرسله والي إلى مصر، كان الوالي عليها عمرو بن العاص. تم مسك محمد ابن أبي بكر بأمر من عمرو بن العاص، هذا الصحابي الذي يقولون أنه صحابي جليل، وهو الذي يقول بعت آخرتي بدنيا غيري، عمرو بن العاص. جاء بمحمد بن أبي بكر ووضعوه في جوف حمار وأحرقوا الحمار. وعمرو بن العاص يرسل رسالة إلى عائشة يقول لها هكذا فعلنا بأخيك. التاريخ ماذا يقول؟ يقول منذ اليوم الذي أحرق فيه محمد بن أبي بكر في جوف حمار لم تأكل عائشة اللحم المشوي لأن تتذكر أخاها. هذه الصورة مصغرة من طبيعة الفجائع التي حصلت في زمن معاوية بن أبي سفيان. وأيضا قتل كبار صحابة رسول الله من حجر بن عدي إلى الحضرمين إلى ميثم التمار إلى 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 حتى يقول له زياد بن أبي والي معاوية يرسل رسالة إلى معاوية يقول له هؤلاء الحضرميون هم يوالون أو يذهبون أو يدينون الله بدين علي بن أبي طالب. ماذا قال معاوية؟ اقتلوا كل من يدين الله بدين علي بن أبي طالب. ولكن ربما هذه الأحقاد ترجع إلى معركة بدر، لنتذكر ما قاله اللعين نكأة بدر بنكأة كربلاء. أقول إذن هي امتداد، إذن هي امتداد من واقعة بدر. الشرك ست فرح موجود ومتغلغل عند غالبية الأمويين. بدليل في يوم فتح مكة طبعا أجبر أبو سفيان على أن ماذا؟ على أن يكون مسلما، لأن حصل فتح في مكة. جاءه رسول الله قال له يا أبا سفيان قل أشهد أن لا إله إلا الله. أبو سفيان قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله، لو أن هنالك إله غير إلهك يا محمد لما انتصرت علينا، أنت 313 كلك على بعضك وإحنا جيوش جرارة. قال له قل أشهد أن محمد رسول الله. قال اعذرني يا ابن أخي لا زال في قلبي منها شيء. وعندما وصلت الخلافة إلى بني أمية ماذا قال أبو سفيان؟ تلاقفوها فوالذي يحلف به أبو سفيان، ما يقول والله، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. إذن أكو ظروف شرك موجودة، أكو حالة من الطبقية، هذه نقطة مهمة. بدل من أن توزع العطاءات بين المسلمين على بالتساوي وبعدالة إسلامية كما فعل في زمن رسول الله، حصل تغيير في العطاءات ما بين المسلمين إلى حد أن بعض صحابة رسول الله عبد الرحمن بن عوف عندما مات وزعوا ورثته وقاموا بتقطيع الذهب بالفؤوس
إذا أكو حالة من الطبقية الاقتصادية، نعم. هذه الطبقية الاقتصادية انعكست على طبيعة المجتمع، نعم. هنا حصل انحراف فكري وانحصل حصل انحراف اقتصادي وانحراف اجتماعي، كان لابد أن يقف سيد الشهداء في عرصات، نعم. الطف ويقول كلمة. أستاذ علي، أجد الترحيب بحضرتك، كيف هي صورة الزيارة عندك وما هي أبرز الخطط والإجراءات التي تعملون عليها في كربلاء المقدسة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، السلام على سيدي ومولاي أبي الفضل العباس قمر العشيرة، والسلام على كل الموالين والمحبين لأهل البيت عليهم السلام، السلام على كل القلوب الولهة المتوجهة إلى سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام في هذه الساعات. ونحن نقترب من هذه الساعات، ساعات كربلاء يوم العاشر من محرم، حقيقة تتوافد القلوب والنفوس قبل الأبدان إلى كربلاء لتستذكر هذه الفاجعة الأليمة وما حدث في كربلاء في ذلك اليوم الذي حدثت فيه جرائم يندى لها جبين الإنسانية وخلفت حرارة في قلوب كل المؤمنين. حقيقة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام إلا أننا نشاهد الملايين الناس يتوجهون إلى كربلاء ويقصدون الإمام الحسين عليه السلام، وفي كل عام لا تثني زوار الإمام الحسين أي تحديات، سواء كانت تحديات أمنية أو تحديات صحية في زمن كورونا أو تحديات الجو الحار أو غيره، لأن من يرتبط بقضية كربلاء تكون مفاهيمه مختلفة عن مفاهيم الناس الذين يبحثون عن الراحة ويبحثون عن الدعاء. لهذا فالجميع متعلق بكربلاء ويسعى لأن يسجل اسمه ضمن قائمة قدام الإمام الحسين عليه السلام. تشتهد الملاكات الفنية والهندسية والخدمية في العتبة العباسية المقدسة لتقديم أفضل الخدمات إلى الزائرين، زائري الإمام الحسين عليه السلام. ومع ارتفاع درجات الحرارة كانت هنالك مبادرة من العتبة العباسية ومن الخيرين لتظليل طريق الركضة وطريق الزائرين الإمام الحسين عليه السلام، حيث تم تظليل أكثر من 34 ألف متر مربع ونشر رذاذات الماء والمراوح النفاثة التي تحاول أن تخفف من شدة الحرارة. ومستذكرين بهذه الحرارة حقيقة ما حدث في كربلاء ورمضاء كربلاء والعطش الذي حصل عليها. لذلك نعم أستاذ علي، يبدو أنني فقدت الاتصال مع أستاذ علي، سيحاول الأخ الاتصال به من جديد. إذن شيخ حيدر، الكثير يتساءل، الإمام الحسين يعلم علم اليقين أنه سيذهب إلى كربلاء ويستشهد هنا، لكن السؤال لماذا أخذ عائلته وعياله؟ طبعا الإمام عليه السلام نحن نعتقد أن كل إمام معصوم، قوله وفعله وتقريره حجة، يعني غير الإمام ممكن يسأل عن تصرف، عن فعل، عن قول، لكن الإمام من الصعب أن يجي إنسان اليوم يسأل الإمام لماذا تفعل هذا الفعل. يعني احنا اليوم على مستوى مرجع إذا صدر فد أمر معين أو فد قضية معينة، يعني مو من الأدب أو كذا أجي أناقش ليش سويت كذا وليش سويت، باعتبار هو أعلم بالمصلحة، هو يشخص الأمر، لكن مع ذلك يسأل الإمام عليه السلام. وكانت الإجابة إجمالية وليس تفصيلية، لأن الأحداث آنذاك كانت ما تسمح بالتفصيل وما إلى ذلك. قال شاء الله، قالوا له أنت مقبل على حرب، يعني أنت رايح على حرب وأنت متأكد أنه أنت راح تقتل، يعني ما بيها نجاة. قالوا لما تصطحب معك العيال والأطفال؟ قالهم شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا. هس هذا الأمر بمشيئة إلهية، انتهينا من هذا الأمر. أقدم الإمام الحسين عليه السلام، طبعا مر الإنسان يقوم بالفعل لكن نتائج الفعل فيما بعد تظهر، صحيح. لما وصلوا إلى كربلاء وصارت الحادثة، وطبعا الحادثة مو مثل ما احنا نتصورها، يظهر الحادثة أضخم بكثير حسب قول الإمام الباقر عليه السلام، يقول لولا خوفنا على شيعتنا من الموت لروينا لهم ما جرى في كربلاء. نعم.
إذن ما نعلمه عن كربلاء قليل. إذن القضية الظاهر كلش كبيرة زين، والواقعة كلش كبيرة، وأكو إشكالات طبعا كثيرة، العدد شقد كان وشلون وصلوا وشقد مسافة الطريق وما ذلك، كثيرة هي من الأسئلة. لكن لما انتهت الواقعة، صارت واقعة الطف، استشهد الشهداء مع الإمام الحسين عليه السلام، شفنا ركب السبايا كأنما مؤسسة إعلامية، لأن الناس كانت تجهل الحادث، ترى مو بس تجهل الحادث، تجهل حتى من استشهد في الحادث. يزيد فهمهم أن هؤلاء خوارج. إيه خوارج، بالدليل أنه الإمام زين العابدين يقول دخلنا على الشام، الشام كان عندهم فرح وكانوا عيد بأنه يزيد انتصر على الخوارج وما إلى ذلك، إلى أن وضح لهم الإمام. طبعا السيدة زينب عليه السلام وضحت بالكوفة، مو بس بالشام، وضحت بالكوفة، لأن الكوفة كانت عاصمة أمير المؤمنين عليه السلام، وزينب تعرف شنو ذوق أهل الكوفة، فلما وصلت للكوفة وضحت لهم من هو المقتول وهذا السباء المن وما إلى ذلك. لما وصلوا إلى الشام، الإمام زين العابدين شاف الأمر أنه الناس ما جاي تعرف من ذول، فلذلك طلب من يزيد أنه يصعد على المنبر وقال ما قال، قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي إلى آخر الحديث. فالناس لما عرفت يقولون صار الانقلاب وين؟ في هذه اللحظات وفي بيت يزيد. إذن الفكرة من خروج عيال الإمام الحسين عليه السلام هو تثبيت ما خرج عليه الإمام الحسين يقينا، لأن إذا الواقعة يعني خلينا نقول أنه إجوا مجموعة من الرجال المقاتلين مع الإمام الحسين عليه السلام مهما كان عددهم، لكن بالنتيجة راح يستشهدون جميعا مو، وممكن حتى يدفنون في هذه الأرض وتنتهي الواقعة، تنتهي القضية، ما راح يوصل لنا أي كلام. لكن لما صارت هاي سبحان الله سبحانه وتعالى بإرادته طافوا هذه الدول، وصلوا الفكرة. لذلك بعد أيام توالت الثورات على يزيد، منها ثورة التوابين وثورة المختار. هاي شلون صارت؟ صارت لما وضحوا للناس الفكرة أنه ترى يزيد قتل الحسين عليه السلام، هذا مو شخص عادي، ولا هاي العائلة عائلة عادية اللي أخذها سبا. فالنتيجة اللي قالها الإمام الحسين شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا تحققت. ليش؟ اسمحوا لي أن أرحب من جديد بالأستاذ علي، حياك الله من جديد. كنت تتحدث عن تضليل العتبات المقدسة للطريق فيما يتعلق بركضة طواريش، تفضل أستاذ علي. الصوت مو واضح عندي. نعم، سيحاول الأخوة من جديد توضيح الصوت لأن ما جاي اسمه. نعم أستاذ جمعة. نعم أستاذ جمعة، بصراحة هنالك من يقول ليش تقولون لبيك يا حسين؟ الحسين إنسان ميت، فأنت شلون تبايع إنسان ميت؟ ويطعنون بالإمام الحسين هسه نوبة، هو مو ابن فاطمة الزهراء عليه السلام. نوبة الثانية طمع بالحكم وكان ابن نوح عليه السلام عاصن والإمام الحسين عليه السلام والكثير من الروايات. لماذا حتى هذه اللحظة يحاول البعض الطعن بقضية كربلاء؟ لا نستغرب جدا، وربما نستغرب لو لم نسمع مثل هكذا أصوات تمثل امتداد للنهج الأموي الذي حاول أن يطمس معالم الإسلام قبل أن يطمس معالم وسيرة الطف. ولهذا تكالب أحفاد بني أمية سواء في عصرنا الحالي أو قبل عصر الحالي على أن يطمسوا هوية الإسلام المحمدي الأصيل. ستفرح، واحدة من المعجزات الإسلامية هو خلود ثورة الإمام الحسين. تخيلي لحد هذه اللحظة 1385 عام على استشهاد سيد الشهداء. خلال 1385 كل الأنظمة التي تعاقبت على حكم المسلمين كلها ترفع رايات العداء لسيد الشهداء ولأهل البيت، على مستوى كتابة التاريخ، على مستوى الفقه، على مستوى الأحكام الشرعية، على مستوى البعد السياسي. فما هو سر الإعجاز الذي جعل كل الطواغيت تنتهي إلا سيد الشهداء يبقى خالدا 1385 عام والأنظمة المتعاقبة؟ ليش ما حد يتعظ منها؟ يعني على مر التاريخ هنالك الكثير من عادوا الإمام الحسين عليه السلام، وين نهاياتهم؟ ليش ما واحد يوقف لهنا ويقول لك كافي، يعني ما راح أعادي هذا الموضوع؟ بما أن وجود صراع ما بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، ولهذا سيد الشهداء ماذا قال؟
لم يقل أنا لا أبايع يزيد، قال مثلي لا لا يبايع مثله، بمعنى أن على مدى التاريخ إلى قيام الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في حق وفي باطل، أينما تجلى الحق يعني تجلى مشروع سيد الشهداء، وأينما تجلى الباطل يعني تجلى مشروع يزيد. القضية مو قضية صراع شخصي، بقدر ما أن القضية صراع ما بين مشروعين، مشروع حق ومشروع باطل. ولهذا اليوم تجدين حالة الوهج والعنفوان في غزة، من الذي يحملها؟ يحملها منهج الإمام الحسين، بينما المنهج الأموي سواء على مستوى الأنظمة العربية التي كانت تزعم بأن قضية فلسطين هي قضيتها الأولى، الآن هي قد اصطفت إلى جانب المشروع الباطل، مشروع يزيد. بينما الوهج الحسيني الآن موجود في غزة، لأن هذا الوهج يمثل هو الوهج الحق الإسلامي، هذا أولا. فيجب أن لا نستغرب عندما يحاربون الشعائر، لأن خلود ثورة الإمام الحسين من خلال الشعائر. وإلا الإمام الصادق لمن يطالب أصحابه يقول لهم: أتجلسون؟ أتتذاكرون؟ أتبكون؟ من نزلت من عينه قطرة؟ هي مو قضية في بعدها الفقه العين، مو معنى أنه أنا أريد أبكي حتى فقط أحصل ثواب. البكاء يعني عبارة عن ولاء، ولهذا الذين يحاربون البكاء على الحسين هم يحاربون الولاء لنهج الإمام الحسين. سيد شلون يستطيعون إيقاف؟ يعني إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، مجرد ما تذكر الإمام الحسين تصيبك حالة من الجزع والحزن. هذا ليش ما يفهموها الأعداء؟ يعني لا يفهمها، وإلا كيف لو يفهموها لفهمها يزيد، لو يفهموها لفهمها مروان، لو يفهموها لفهمها الوليد، وهكذا بني أمية. القضية هي قضية فقط أين الحرارة؟ في قلوب من؟ مؤمنين. حتى ما كان في قلوب المسلمين. إذن القضية قضية إيمان وقضية اعتقاد. لا. الإمام الحسين صاحب مشروع إلهي، ولهذا عندما جاء إلى الطف ليس فقط للشهادة، جاء للطف من أجل أداء الواجب. الواجب مرة يتحقق من خلال الانتصار المادي، أن يقتل يزيد وينهي الخلافة ويصبح خليفة، وأحياناً يتحقق الواجب من خلال الانتصار المعنوي عندما يستشهد الإمام الحسين. وأنا في تصوري لو أن الإمام الحسين قد انتصر على يزيد مادياً وأصبح خليفة للمسلمين، كم يبقى؟ 4 سنوات بمقدار بقاء أبيه، 5 سنوات، 10 سنوات، ثم ماذا؟ الدماء التي قدمها الإمام الحسين والعذابات التي قدمها عائلة الإمام الحسين، أثرها العملي على النهج المحمدي الأصيل أكثر من الأثر العملي عندما ينتصر الحسين ماديا وأصبح خليفة للمسلمين. نعم أستاذ علي، أجد ترحيب بحضرتك وأرجع لما تفضلت به، بدءا من التضليل لركضة طويريج يوم غد لحماية الزائرين من حر الصيف اللاهب، تفضل. أستاذ علي، أستاذ علي إذا كنت تسمعني أرجو من حضرتك التوضيح، الكثير من التوضيح فيما يتعلق بالتضليل لحماية الزائرين من حر الصيف اللاهب. نعم يبدو أن الاتصال غير واضح مع الأستاذ علي البدري. نعم أستاذ علي، ممكن ترفع الصوت من يمك حتى أسمع بشكل واضح؟ ما أسمع حضرتك بشكل واضح. نعم سيحاول الأخ الاتصال به من جديد. إذا سمحت الشيخ حيدر، لنتحدث بوضوح، لماذا هنالك من يطعن بثورة الإمام الحسين حتى هذه اللحظة؟ يعني لا أتكلم بحقائق تاريخية، حتى الآن يقولون أن الحسين ليس من ولد فاطمة عليه السلام. طبعا القضية حتى مثل ما تفضل جناب الدكتور قبل قليل، قضية مو طائفية، احنا راح نذكر قضايا تاريخية، التاريخ لا يطعن بشخصية ولا كذا. الطف امتداد للسقيفة، شلون؟ الدليل انه الامام الحسين عليه السلام ترى هي الواقعة الكبرى اللي شقت عصا المسلمين، السقيفة. نعم. نتاجاتها شنو؟ الطف. الامام الحسين عليه السلام باعتبار انه ذولا كانوا قبائل وعرب وما الى ذلك، قضية الدين عندهم مو ثانوية أصلا، ما موجودة. فلما أجى الإمام الحسين عليه السلام قالهم: أوصاكم رسول الله بالثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا كتاب الله، يقول واضعا كتاب الله على رأسي، قال هذا كتاب الله وأنا عترة رسول الله. شنو كان الجواب؟ قالوا له: نعرفك ولكن نقاتلك بغضا
بأبيك. أنت إحنا عندنا قضية كأنما عشائرية، أبوك كتل آباء نريد نخلص منك، انتهت. وهذا ما يفسر نكأة بدر بنكأة كربلاء. أحسنتم، إيه وهذا مو ليت أشياخي ببدر شهدوا، مو قالها يزيد دولة. إذن القضية قضية ثأرات. المسألة الأخرى قضية مطامع، قضية مطامع، هذا جاي على سلطة وهذا جاي على حكم وهذا جاي على أموال. الإمام الحسين وضح لهم طبعا الأكو قضية، بعض الرواة يقولون لما كان يتكلم الإمام الحسين بعض اللي كانوا موجودين في معسكر الطف ما كانوا يفهمون اللغة، بس خلي بالك هاي الفكرة حتى لأن احنا متهمين باعتبار انتم الشيعة قتلتوا الحسين، انتم راسلتوه خليتوا يجوا للعراق وقدرتوا. فسألنا ليش ما كانوا يفهمون، قالوا ليسوا من الأعراب، ترى مو كل الجيش من العرب، أكو من غير قوميات وأكو من غير طوائف وأكو من الشام وأكو من الكوفة، أكو صحيح لكن أكو حتى من غير. فلذلك نشوف أنه قضية الإمام الحسين هاي الآلاف المؤلفة كان يريد يوصل لهم رسالة، هسه البعض كانوا يعرفون الرسالة، الدليل قالوا له، قالوا له نقاتلك بغضا بأبيك، الباقين لا كانوا يبحثون عن واضح، يبحث عن ملك ري وغير ملك ري وما إلى ذلك. لكن النتيجة أنه الإمام الحسين عليه السلام يعني قال لهم هذا بعد حد فاصل، ان يعني عندنا الدليل الاوضح والابرز هو الحر، الحر ابن يزيد الرياح اللي انتقل من مكان الى مكان في الظلم في, إلى في اخر لحظات. نعم. هذا شلون انتقل وليش انتقل؟ هو كان من القاده، مو شخص عادي يعني جندي من الجنود، لا كان من القاده، ليش انتقل؟ يظهر اكو بعض الاشخاص اثر بهم كلام الامام الحسين، وبعض الاشخاص ما كانوا حتى يفهمون كلام الامام الحسين، وكانوا إذا أكو مجاميع يعني مجموعات أو من عندهم يسموهم من العرب اللي يفهمون، يقول كان يأمر عمر بن سعد بقرع الطبول لما يتكلم الإمام حتى يشوش على الإمام، لأن يدري فصاحة وبيان الإمام احتمال رح يصير انقلاب في داخل الجيش وتنقلب المعادلة عنده. فلذلك لكن الإمام الحسين قال له أنت حر كما اسمتك أمه. أحسنت. هو أنطى ضمان بأنه هو حر، يعني هي مجرد أن الإمام الحسين يقول هذه الكلمة يعني الحر عليه السلام أنه هو شخص حر ونزيه، هاي ما انطى هذا الضمان للبقية. لا لا، شو وقت انطى الضمان؟ شو وقت انطى؟ لما اجى واستشهد الحر، استشهد الحر قال له أنت حر، انتهت قضيتك بعد، أنت التحقت. يدري أنه الحر رح يستشهد، ويدري السؤال ليش كل هذه المعارك لما الإمام يدري حق اليقين أن هذا في معسكر الحق وهذا في معسكر الباطل؟ لا لا، أكو أسباب طبيعية. هو إحنا هم نقدر نعكس هذا الكلام مثل اللي اليوم يعترضون يقولون شا هو ذا الإمام يدري بنفسه ينقتل ليش يجي؟ مو صحيح لو لا؟ الكثير أنا أطرح مو صحيح لو لا؟ إيه ميخل نطرح التساؤل، التساؤلات أطرحها أنا هسه كثير من التساؤلات، حتى يسألون عن يعني هسه بالسنوات الأخيرة بدأ حتى يشككون من الشيعة طبعا، من الشيعة يقولون معقولة الإمام الحسين طلع منا كل هنا ويا 72 أو 73 واحد؟ يعني هسه إحنا جاي نعيش في واقع وصارت عندنا حادثة وعشناها كلنا وشفناها اللي هي حادثة فتوى الجهاد الكفائي. يقول على مستوى مرجع، هسه إذا أريد نقارن مقارنة مع فائق الاحترام والتقدير والتبجيل لمقام المرجعية العليا، لكن إذا أريد نسوي مقارنة بين المرجعية والإمام الحسين فالفارق جدا كبير، صحيح لو لا؟ يعني بين المرجعيه والامام الحسين جدا زين. يقولون مرجع على مستوى مرجع اعطى فتوى طلعوا شنو عشرات او مئات الالاف اذا مو ملايين، فشلون الامام الحسين؟ نقول عمي هذا التشكيك اكل عليه الدهر وشرب، يعني الناس ملتها بحوث صار اكثر من 1300 سنه بحث في هذه المواضيع. الامام الحسين عليه السلام وضع شروط، يعني انا اليوم اجي اقول اريد يتقدمون الى هذه القناة، اريد مقدمين برامج خريجي اعلام مثلا، جابوا لي 1000 واحد، قلت لهم لا اريد المميزين، طلعوا لي 100 مميزين، ايش قلت؟ اريد الاوائل على الكلية، ايش قلت؟ صاروا 10. الامام الحسين ايش قالهم؟ قالهم من كان عاقا في والديه يرجع، ما اريد. إذن هذول المنتجين إلى أن وصل إلى ليلة العاشر، ليلة العاشر يعني اليوم قبل المعركة، إيش قالهم؟ من كان بذمته دين، ترى الدين مو جريمة. الله. يعني هسه أنا داينت من أي إنسان؟ داينت من أي؟ لا أنا لا عندي سرقة ولا اختلاس ولا كذا، دين. قلت له دايني مبلغ من المال، مجرد دين، مسألة شرعية ما بيها شيء. قالهم من كان بذمته دين. نعم. يرجع طيب. لأهله.
طيب. إذن القضية الإمام راد الخلاصة، راد الصفوة. ليش راد الصفوة؟ لأن هذول راح يطبون للجنة، فأنا ما أخذ لواحد عنده بعض الشوائب ولو كانت واحد بالمليار أجيب أوصله باللي منزله. الإمام الصادق يقول، الإمام الصادق يقول لهم بأبي أنتم وأمي. الإمام الصادق مو أني، أنا لا شيء. الإمام الصادق يقول لهم بأبي أنتم طيب. وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. اسمح لي أن أرحب من جديد بالأستاذ علي البدري، حياك الله من جديد، هالمرة إن شاء الله تسمعني بشكل واضح. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. نعم بشكل واضح أسمعكم إن شاء الله. نعم، كنا نتحدث من نقطة ما توقفنا عن التضليل لحماية الزائرين من حر الصيف اللاهب، تفضل حضرتك. نعم، تم تضليل أكثر من 34 ألف متر مربع، كذلك توفير أكثر من 6000 قالب ثلج وأكياس الثلج البلوري، إضافة إلى توفير أكثر من 600 ألف لتر ماء لإرواء الزائرين الكرام في العاشر من محرم. كذلك تم نشر الكثير من المفارز الطبية التي تحاول أن تخفف من صعوبة الأجواء الحارة في كربلاء. اعتدنا على هذه الأجواء في كربلاء وهذه الأجواء الإيمانية التي لا يتوقف عندها المؤمنون، سواء كانت ظروف جوية أو ظروف أمنية أو ظروف صحية، كما نتذكر في وقت كورونا وفي التحديات الأمنية، وعندما كانت كل السلطات الجائرة تحارب الإمام الحسين عليه السلام، لم تتوقف هذه الجموع وهذه القلوب التي تتوجه إلى الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام. حقيقة يتسابق خدام العتبات والمؤسسات الحكومية والعائلات والمواكب الحسينية لتقديم الخدمات إلى الزائرين، ويتنافسون في أن تسجل أسماءهم في سجل الخدمة، خدمة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا ما يحدث في كربلاء الآن هو استثنائي بكل المقاييس. نجد أنه في هذا الزمن، زمن التواصل الاجتماعي والانفصال الاجتماعي، حيث أن الأفراد العائلة في بيت واحد متشتتين، تجد اليوم أبناء المناطق وأبناء المواكب يتجمعون بالمئات وبالآلاف وبالملايين تحت خيمة الإمام الحسين عليه السلام. فالإمام الحسين عليه السلام اليوم يجمع كل هؤلاء المؤمنين والموالين، وبالتأكيد أن أعداد البعيدين عن كربلاء الوالهين إلى كربلاء أكثر من أعداد المتواجدين في كربلاء في هذه الأيام. نعم. اعتدنا على رؤية الحسينيين الحسينيين وهم يتوجهون إلى الإمام الحسين عليه السلام في أصعب الظروف، لذلك فهي مبايعة وتجديد العهد والولاء للإمام الحسين طيب. عليه السلام في هذه الردات وهذه المواكب. طيب، يعني هل رصدتم أي معوقات قد يعني تكون صعاب أو تحديات تواجه العتبة العباسية المقدسة في تأمين هذه الزيارة أو توفير الاحتياجات مثلا؟ حقيقة الاستعدادات إلى الزيارة تبدأ بعد الزيارة مباشرة، يعني كل الإجراءات التي تتخذ الآن هي اتخذت بعد الزيارة للعام الماضي، حيث لدينا مراكز تخصصية، مركز الكفيل للمعلومات والدراسات الإحصائية يقدم لنا بيانات عن كل مدخلات وإجراءات ما يحصل في كربلاء، وبناء على هذه البيانات والأرقام يتم رسم الخطة الخدمية والخطة الصحية ودخول وخروج وتفويج الزائرين الكرام. فبالتالي الاستعدادات على مستوى عالي، والخبرات التراكمية للملاكات العتبات المقدسة اليوم بحمد الله تقدم أفضل الخدمات للزائرين الكرام. طيب، كم العدد المتوقع للزائرين يوم غد إن شاء الله؟ حقيقة لا تتوفر لدينا الآن بيانات، وفي كل عام لا يعلن عن أعداد الزائرين في العاشر من محرم، وإنما في زيارة الأربعين هنالك تقنيات معتمدة في كاميرات عدادة وتفاصيل تقنية عند المراكز التخصصية تعلنها. أما في زيارة العاشر نتوقع زيادات كبيرة في هذا العام، خصوصا إذا لاحظنا أعداد الزائرين في ممارسة وشعيرة تبديل الراية
نجد أن وهي أجواء مشابهة لهذه الأجواء من ارتفاع درجات الحرارة، إلى أن المؤمنين كانوا حاضرين يعني حقيقة في هذه المشاهد. طيب أستاذ جمعة، كيف نوظف الحزن على الإمام الحسين وأهل بيته الكرام؟ كيف نوظفه لخدمة المجتمع لإصلاح أنفسنا بداية؟ انطلاقا من المشروع الحسين، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أولا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: شيعتنا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حتى يقال رحم الله جعفرا لقد أدب شيعته فأحسن تأديبه. لابد أن نلتمس من هذا المشروع الحسيني كيف يمكن أن نترجم هذه الثورة التي هي أعتقد أكبر ثورة على مستوى التاريخ، ولا أتصور وفق ما نستقر من خلال روايات أهل البيت أن هنالك ثم دم يسفك أزكى وأشرف من دم سيد الشهداء. فعلينا أولا أن نقف عند هذه اللحظة التي استشهد من أجلها سيد الشهداء، وهو الإصلاح. مفهوم الإصلاح مختلف من ناس تمام. إلى ناس من مرة الإصلاح يأتي من خلال استخدام القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. مرة الإصلاح يأتي من خلال الأسوة الحسنة، أن نكون نموذج حسن. مر الإصلاح أن أتحول إلى حسيني في عملي، في سلوكي، في خلقي، في تعاملي مع المجتمع، في تعاملي مع الآخرين. هذه كلها مجموعة، يعني إحنا نأخذ دائما الإصلاح في بعده الواحد. محاربة الفساد إصلاح، أن أكون نزيها في داخلي إصلاح. لا يمكن لي أن أحارب الفساد وأنا في داخلي فاسد، فاسد ماليا، فاسد اجتماعيا، فاسد خلقيا. ولهذا كل إنسان موالي لسيد الشهداء لابد أن يتحول إلى نموذج في مشروع سيد الشهداء. وإلا سيد الشهداء عندما وقف بوجه يزيد، يجب أن نقرأ الأمور بموضوعية. كيف وقف بوجه يزيد؟ وصل الانحراف الاجتماعي على مستوى قادة الدولة في ذلك الوقت إلى حد لا يطاق، بدليل عبد الله بن حنظلة. يسمى بغسيل الملائكة. حنظلة تزوج في الليلة التي تزوج فيها، صبيحة اليوم الثاني نودي إلى الجهاد، لم يتزوج إلا ليلة واحدة، فترك زوجته وذهب إلى الجهاد. حنظلة استشهد في تلك المرحلة، في تلك المعركة. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأيت الملائكة يغسلون حنظلة. في هذه الليلة انعقدت نطفة ماذا؟ عبد الله، عبد الله ابن حنظلة ابن غسيل الملائكة، يقول: والله لم نخرج على يزيد إلا خشينا أن تنزل علينا صاعقة من السماء فتحرقنا. يزيد ناكح الأمهات، ينكح العمات. يزيد كان ماذا؟ يتغزل بعمته، وهي يعني لم تلبس ثياب، كانت ثيابها شفافة، يتغزل بعمته. هكذا مستوى الانحطاط قد وصل في الأمة في ذلك الوقت. يزيد قام بفتك أهل المدينة، شارب للخمر، ملاعب للقرود، وفاسد أخلاقيا. شلون المسلمين يقولون علي أمير المؤمنين؟ هذا التبرير. ليش فعلا أنا أعذر الآخرين؟ لأنه معاوية هيئ البيئة الاجتماعية، معاوية وصلت أمواله إلى كبار الصحابة. عمرو بن العاص لما إجا يموت بآخر لحظاته، اللي يعتبرونه صحابي وكذا من العشرة أو الاثنى عشر المبشرين، ابن عبد الله إجا يقول: لقيت أبوي يبكي، عمرو بن العاص. قلت له: أنت صاحب رسول الله، لما تبكي؟ قال: أبكي لأنني بعت آخرتي بدنيا غيري. أنا قاتلت علي بن أبي طالب مو حتى أصير خليفة، حتى معاوية يصير خليفة. ولهذا يشعر وصلت الأموال، أموال بني أمية، إلى كبار الصحابة. ولهذا عندما جاء سيد الشهداء تحرك بحركة موضوعية، مو بعد غيب فقط. ست فرح الإمام الحسين بدأ مشروعه من المدينة، عندما قال للوليد ابن عتبة: مثلي لا يبايع مثله. ثم جاء إلى مكة، بقي بمكة تقريبا 4 أشهر، يستقر وجوه أبناء الصحابة، والصحابة لم يكونوا معه. لماذا؟ لأن غالبيتهم وصلت لهم أموال معاوية. عمرو بن الحجاج، أضرب لك مثال ربما لا أريد أن أطيل، عمرو بن الحجاج كان من كبار قادة أمير المؤمنين في معركة الصفين، وفقئت عينه اليمنى في معركة الصفين بعد أن انتهت المعركة، واستشهد أمير المؤمنين وأصبح معاوية ماذا؟ خليفة. بدأ يغدق عليه بالعطاء. في يوم الطف أصبح عمرو بن الحجاج من أكثر السيوف فتكا بسيد الشهداء. إذا أكو ظروف موضوعية،
استطاعت ان تصل اموال بني اميه عندما وصل يزيد الى الحكم. نعم. بالتاكيد وقفوا مع يزيد. ليش؟ نعم. لانه لا يمكن ان يبقى اكو بيئه مهيئه سابقا، بيئه مهيئه فكريه. نعم. وثقافيه واجتماعيه واقتصاديه. طيب. أستاذ علي، هل لك أن تصف لنا مدى تعاون العتبة العباسية المقدسة مع الجهات المعنية لتأمين هذه الزيارة؟ نعم، بالتأكيد هنالك تعاون عالي وتنسيق مستمر مع جميع دوائر الخدمية في كربلاء، دائرة الصحة ودائرة الكهرباء ودائرة الماء والمجاري وكل الدوائر التخصصية في كربلاء لتقديم الخدمات إلى الزائرين الكرام. هنالك تعاون كبير أيضا من أهالي كربلاء وكل محبي الإمام الحسين عليه السلام. نجد أن حقيقة في كربلاء تغيب كل الجنسيات والقوميات والهويات، تتلاشى كل الهويات ويتحول جميع الناس إلى هويتين، خادم الإمام الحسين وزائر الإمام الحسين عليه السلام. فبالتالي هذا الانصهار والاندكاك في قضية الإمام الحسين والذوبان في القضية الحسينية وفي كربلاء يحتم على الجميع أن تنسجم كل هذه الدوائر الحكومية والعتبات والمواكب الحسينية والأهالي ليستطيعوا أن يقدموا خدمة إلى هذه القضية الحسينية، وعلنا نلحق بقافلة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام هو نجاتنا في الدنيا والآخرة، وما حدث قبل سنوات ليس ببعيد. عندما هب الشباب الحسينيون بهمة سيد الشهداء وهمة الإمام الحسين عليه السلام كانوا ينادون يا حسين، وحرروا الأرض من دنس داعش والتنظيمات الإرهابية في العراق. لهذا الإمام الحسين عليه السلام هو سر نجاتنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. يحتم علينا هذا الأمر أن نترك كل هوياتنا وعناويننا لنكون في موكب واحد لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام. سماحة الشيخ، حتى الآن في هذه الليلة نشهد هجمات ميدانية، هجمات إعلامية شرسة على أشيعة أمير المؤمنين وعلى كل من يحيي هذه الليلة، وآخر ما جرى في عمان يعني من تفجير، من سفك للدماء. لماذا هذا الإصرار على محو هذه الشعائر؟ ما السيدة زينب قالتها بوضوح: والله لن تمحو ذكرا. طبعا القضية إذا أردنا أن ننظر من الجانب العقائدي، و بدت نوعا ما اكو اصوات تتعالى لما صارت عطله يوم الغدير. نعم. قالوها، اعترفوا بها، مو قالوها، قالوا اذا احنا ثبتنا يوم الغدير انه شنو؟ تنصيب علي بن ابي طالب، اذا شنو؟ سقطنا من شنو؟ من قبل علي بن ابي طالب. فانا ما اقبل، اذا انت تريد تثبت لي هاي القضيه راح تنسف لي ما قبلها. انت اذا تريد تثبت لي قضيه الامام الحسين عليه السلام لازم شو اسوي؟ لازم اسقط ما دونه، اذا راح يكون هو الحق، هو جبهه الحق، وما دونه جبهه الباطل، وانا هذا ما اريده، لان هم لحد الان يقولون معاويه، يقولون عليه مو ما يقولون عليه السلام رضي الله عنه والى اخره، لان معاويه يعتبرونه شيء، وحتى يزيد، لذلك اليوم تشوفين في دول يعني يعتبرون يزيد صحابي؟ طب لا مو صحابي، يعتبرونه خليفه المسلمين. يزيد خليفة المسلمين والإمام الحسين كان على غلط. هذه الجزئية كل واحد يعني هسه احنا نعرف بني أمية بالتوريث، فمنو اللي انطال حقيا يكون أمير المؤمنين؟ وشنو مقوماته حتى يكون أمير المؤمنين؟ مقوماته معاوية ابن أبي سفيان يقول كان واضعا يده على سيفه وأشار إلى يزيد قال: الخليفة من بعدي هذا، ومن أبى فهذا، طلع سيفه يعني لو بالرضا لو بالقتل. فمرة سارت بالترهيب والترغيب مثل ما يعبرونه، إذا أنت تخاف فأنت خفت وقعدت ببيتك، وإذا شفت بعض الناس عندهم اعتراض أو كذا راح أنطيهم إما منصب أو أموال، وانتهت القضية. أموالهم وصلت إلى أبعد الحدود، لأن الدولة الإسلامية دولة كبيرة مترامية الأطراف، وصلت الأموال، فاللي يعترضهم إما يعتقل أو يقتل أو بالعطاءات، يطون العطاءات ويسكت عنهم. وإلا قضية الإمام الحسين ترى واضحة لحد اليوم،
أكو بعض الدول الإسلامية العربية تحتفل في يوم العاشر. لا يقولون واجب الصيام في يوم التاسع. واجب الصيام ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هيطلعونا يا هسه، الله سبحانه وتعالى نجى موسى عليه السلام من الغرق ومن قضية فرعون وما إلى ذلك في هذا اليوم. أولا ما ثبتت بالدليل، هذا الأمر الأول. اثنين نقول إذا تعارض الفرح والحزن في يوم واحد، يعني مثلا اليوم عندي مأساة فاتحة، عندي واحد مات وصادف بهذا اليوم زواج ابني، لما تمر السنة، هاي السنة اللي راح تمر راح يصادف بها ذكرى وفاة فلان وذكرى زواج ابني، أنا أحتفل لو أحزن؟ لا طبعا تحزن، هاي الفطرة الإنسانية الطبيعية. صحيح ولا لا؟ هاي الفطرة الإنسانية الطبيعية. أقل من دقيقة أستاذ جمعة، اليوم إحنا شلون نقدر نوظف هذه الليالي لمواساة الإمام الحسين وأهل بيته، لمواساة صاحب الزمان عليه السلام؟ الالتزام بدين الله. سيد الشهداء إنما خرج من أجل تثبيت التوحيد. نعم. ربما لأول وهلة يقول ما علاقة التوحيد بمعركة الطف؟ التوحيد لدينا فيه بعدان، البعد النظري والبعد العملي. البعد النظري للتوحيد أن نقر بأن لا إله إلا الله، وهذا الكل يقوله، ربما حتى يزيد يقوله، لكن التوحيد النظري إذا لم يتحول إلى توحيد عملي لا قيمة له. كيف يتحول إلى توحيد عملي؟ أنني أرفض كل جبار، كل مستكبر، كل مستبد يزاحم الله سبحانه وتعالى في عليائه. ولهذا سيد الشهداء عندما اعترض على هؤلاء، شوفي، وصل إلى مرحلة أن يزيد بدأ يأخذ البيعة في وقعة الحرة عام 62 بعد استشهاد سيد الشهداء، أخذ بيعة الحر، أخذ أهل المدينة على أنهم عبيد ليزيد وليس عبيد لله. ولهذا اليوم نحن ما أحرانا إلى أن نقف ضد كل مستكبر. الآن في غزة تحصل عملية إبادة جماعية، أكو مستكبر هو يحاول أن يمسخ هويتنا القيمية والاجتماعية والإنسانية. فوقوفنا مع أبناء شعبنا في غزة هو وقوف مع سيد الشهداء عليه الصلاة. شكرا جزيلا رئيس مركز أفق للدراسات الأستاذ جمعة العطواني، حياك الله. شكرا جزيلا الباحث الإسلامي الشيخ حيدر التميمي، حياك الله. وكل الشكر لرئيس قسم الإعلام في العتبة العباسية من كربلاء المقدسة الأستاذ علي البدري، حياك الله وعظم الله لكم الأجر جميعا إن شاء الله. ختام حلقة اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول ما حصل في عمان واستهداف جمع من أنصار آل البيت وهم يحيون ليالي شهر محرم الحرام، لنتابع. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.